أنا مؤمن بالحب، آتي نحوه على ليله ألقي السلام في سحابة فجر سريع، وبكلمات تطوي المسافات بحثا عن مضاع. الحب يرافقني في سخاء، وصوت في داخلي يعلو ويعلن في نفسي ذلك. لا أملك اليوم من لغة الأنبياء غير مفردة يتيمة اللي هي حب. ليش هذا؟ ليس مخول بأن أمنع أي شيء في الحياة. نحن الحرية، تكلمت عنها اليوم، الحرية هي يجب أن تصام. إذا أنت ما بتحب هذا الجو أو هذا المجال، ولكن في آخرين بحبوه، ما فيه. أنا في ناس ما بيسمعوني خليل، يقولوا أنا ما بحب مرسي خليفة، شو بدي أحكمهم أعدام؟ بحبوا إكس أو إجراك. فهذا هو المقصد. تكاتفت السلطة الدينية والسلطة السياسية في لبنان، وأنا أكلت من السلطة الدينية والسلطة السياسية عندما حكموني على أنا يوسف يا أبي. أنا بقيت 6 أشهر في المحاكم في لبنان، بلد الإشعاع والنور والأرز اللي قالوا عنه رفاق. فكارثة. أنا يجب دائما أن أدافع عن الحرية، بمعنى بمعزل عن أنه بيعجبني الشغلة وما بيعجبني، ما رح أقول لك إذا بيعجبني وما بيعجبني، يمكن تعرف رأيي. فإذا أنا مدافع فقط عن حرية المعتقد والرأي والفكر. تعتبر حالك خليفة للفنان الراحل وديع الصافي، خاصة أنك بتمثله على الأقل بالقعدة بعزف العمى، وعمرك فكرت، ما عمرك فكرت تغني وحضرتك واقف مثلا؟ شو بيعني لك من هنا أو حضرتك واقف؟ هذا السؤال خاطف بالميزان. أولا وديع الصافي صوت جبار و يعني لا يتكرر، وهو مغني يؤدي الأغنيات بشكل عاصف وجميل. ما أفعله هو ربما يكون مخالف، لأنه دخلت في مكان مختلف تماما في تلك القصيدة، في الأبعاد الشعرية، في إعطاء القصيدة الجديدة حضور على المسرح. الموسيقى اللي قدمتها مش بس في الأسطوانات اللي قدمناها، وإنما في أعمال موسيقى لأفلام، موسيقى لفرقة كاراكلا، الباليه الشرقي، يعني كان عمل مختلف تماما. يعني واقف أو قاعد هو نفسه أو موجود، هو ليس بالشكل إنما في عمق هذا العمل. وتحية إلى وديع الصافي. العمل الجديد هو تكلم عنه صديقنا محمد، هو قبل رأس السنة أو على رأس السنة، هو مشروع الجسد في هذه الظروف الصعبة. نعم، الجسد يمكن يعمل علامة استفهام قوية، بس يجب أن يكون هناك ردة. يعني هذه الردة في وقت انه كيف نحن عم نغني الجسد، هذا الجسد العالي او اللي عروه في هذا الوضع الصعب اللي نحن نعيشه. هذا هو عملي القادم.